41 شهر 7 الجاي. المخزون المبيض ضعيف جدا. لو ما لحقتيش تعملي حقني مجهري مش هينفع يبقى في خلفه والحقي قبل الـ40 كده. اما جينا لحضرتك حتى قلت لي لا مش هنعمل حقن مجهري وهناخد شويه منشطات وهنسيبها لربنا. العلاج اللي حضرتك اديتوني قلت لي بعد 3 شهور تيجي، هو قبل 3 شهور اكتشفت الحمل. يعني وبعدين عملنا سونار فما كانش باين، سبحان الله، يعني النتائج كلها بتدل ان مفيش بيبي. ودخلنا لقطة عمليات قلنا نعمل منظار، حضرتك قلت لي في بلس، طالما في نبض يبقى ما نقدرش ننزل حاجه وما نقدرش نعمل حاجه، وسبحان الله جت نين. الحمد لله حمل النهارده تاني طبيعي. لسه جايبه التحليل النهارده، قلت لها على حاجه حضرتك النهارده. الناس بداوا يقاسوا بعض، لو فوق الـ40 مش هيبقى فيه حمل. بالعكس خالص، هو الاول والاخر بتاع ربنا، كل حاجه في ايد ربنا. وشك حلو علينا يا دكتور حقيقي، ربنا يبارك لك بجد حقيقي. مبسوطه؟ الف مبروك. الله يبارك فيك يا دكتور. الله يبارك فيك.